المنشدين بتحبهم؟ انا بحب الاستاذ ياسين التهامي. يا سلام. والمنشد ابن محمود التهامي. وانا اتدربت مع الشيخ محمود التهامي في مدرسه الانشاد. انت رحت مدرسه الانشاد، ده حاجه جميله جدا. طب بقول لك ايه، انا هستاذن البنات طبعا. احنا المفروض نبدا بالبنات عشان بيقول لك دايما ايه ليديز فيرست او السيدات اولا، بس انا هبدا بيك عشان احنا كنا بنحتفل بالمولد النبوي من كام يوم، فنبدا كده نسمع حاجه بالانشاد. ايه رايك يا شرف؟ نبدا بيك انت ان شاء الله، انت الهيرو بتاعنا. هنبدا ربنا بيك حضرتك. ايه رايك تقول لنا ايه؟ عايز تشد لنا ايه؟ انا اول بقول لك كل سنه وانت طيب. طبعا مناسبه المولد النبوي هو عدى من كام يوم، لكن احنا لسه بنحتفل طبعا باجواءه. اكلت حلاوه؟ بتحب حلاوه المولد؟ انا بحب الملبن يعني. وانا كمان تصدق زي ملبن بعين الجمل صح؟ طيب قول لي هتغني لنا ايه او هتنشد لنا ايه؟ انا هنشد لحضراتكم انشوده ميلاد طه. يلا بينا سمعني. ميلاد طه اكرم الاعياد وبشير كل الخير والسعاد، يا افضل الرسل الكرام جميعهم، انت الشفيع لنا في يوم معاد، فضلك عم المشرقين بنوره منذ تنار الكون بالميلاد، بحر حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسعا وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشادي وإلى رحاب القدس سرت مكرما أصحابك كالدليل الهادي، صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله يا خير الورى، ما سبح المولى الحمام شادي. الله الله الله، ايه العظمه دي؟ ده انت مش كبير بقى، احنا ما نعرفش.